بنتابع مشاهدينا مع الشيف محمد عبد المنعم، واليوم شو عم تحضر لنا؟ سعد مساكي، اهلا وسهلا مشاهدينا. اليوم عم نعمل دجاج مع الافوكا والكريم، وعم نعمل اليوم سلطه هيك شوي صحيه كثير، هي سلطه العدس. اوكي، عدس مع الخضره. اكلنا شوي اليوم بس الكريم هي شوي عملت لنا ازمه. اه شو لما بتاكل انه قطعه يعني كثير هلا، بس ما دق الدجاج ما مرفعهم يعني، هيدي بتنعمل اثنين دجاج. هلا هيك حنعملها، ما حد، احنا دائما الدجاج بنحاول ما نعمل نشرحها اثنين بهالشكل. ليش ما بدق؟ بخلي يعني بس الدقيقة على النار بتشد بترجع تجمد، ما بتقعد طيبة. نفتحها بهالشكل بصير اثنين. مع الاسكالوب انت بتدقها ولا لا؟ اسكالوب دجاج؟ ايه دقها شوي شوي. هيدا بهار بهار الدجاج، هيدا كثير نكهته طيبة وملح. يعني ما حطيت بهارات، بس ملح وبهار الدجاج. رح اعطيه، رح نعمله بطريقتين اليوم. حنعمله طريقه بالمقلق اول شيء مع شويه زيت زيتون بس لحتى ياخذ نكهه زيت الزيتون، حارجع ادخله على الفرن بصير عندنا صحي 100%. دائما بنصح انا يستخدموا زيت الزيتون. رح نعمل معه خضره بروكولي وجزر مسلوقين مع الزبده وبطاطا كمان سلقناها، رح ندخلها على الفرن مع زيت زيتون وبهارات وصوص الافوكا كثير. كيف تطلع الطعمه مع زيت الزيتون فقط؟ الدجاج مثلا انت عم تقول لي كثير طيب. هلا بتشوف اذا ريحته بتشوف قديش بتكون، يعني ما خلطته مع الزيت العادي عادة؟ لا لا بس لا بس بدي اعطيه بس نكهه زيت الزيتون انا حتى ارجع افوته على الفرن. اوكي، ولك الحل هو هلا الدجاج بيطلع هيك مي شوي بس نفوته على الفرن على الشوي بكون عم شيل كل المي منه. بكون صار صحي 100%، لانه حسين عم يعمل دايت ضعفين. قال هو ما قصده يضعف، قال هيك بالصدفه هي صارت. ايه بالصدفه معه صارت، بس برافو عليه يعني صدفه حلوه. ما نحن بنتعب عم بتمنوا كلهم هذه الصدفه. المقادير على عم نحكي عنك احسن، هو مش هون حاطط على دايت وما عم يسمعنا. المقادير على الهواء اكيد عم نشوفهم مشاهدينا، دائما بنقول انه المقادير عم نحطهم لاربع اشخاص. الشيف هون نحن عم نطبخ للعائله الكريمه. من بعد ما قصينا السفينه بالنص بتطلع يعني كل شقف اثنين، عم نقليهم بزيت الزيتون. دائما بستعمل الشيف زيت الزيتون لانه صحي. مثل ما شايفين في عنا فليفله حمراء وخضراء وخيار وصفرة وبروكولي. العدس بدنا نجيب بالسلطه، العدس الحبه الكبيره ما بياكل كثير وقت على النار سلق، بدنا نسلقه مع شوية ملح وبنرجع بنبرده ونحضر له هذه الخضرة اللي شايفينها الألوان الحلوة. دائما بالأكل يعني نص على الطعم ونص على الشكل. تقريبا بخليها على كل جنب شيء 4 دقائق. اوكي، تكون اخذت طعمه الزيت والقلي مزبوط. برجع بقلبها على الجنب الثاني، برجع بحطها، بحطهم اليوم على شيء بهالشكل شبك. وين رح تحطهم؟ بالفرن، حطهم عليها هيدا وفوتهم على الفرن لحتى كل شيء بقلبهم. عم كانه عم نشوي، صرنا كانه عم نرجع نشويهم جوا بالفرن. والله فكره حلوه، هلا بدنا نجربها. اعطيتنا افكار، دائما بتعطينا افكار. هيدي شغلة على فكرة، كل الأصدقاء اللي عندي على فيسبوك ما بيعطوا لي مسجز إلا عن فقرة الطبخ. طيب هيدي الأكلة وشهيتينا، وكيف تنعمل وكيف صرت تطبخي؟ بتطبخي منيح؟ أحلى مني عم تطبخ. لا والله مش عم أطبخ منيح. شي وشي يعني. رح نعمل له دليفري بكرة للستات كلهم. وبنوجه لهم دعوة من خلالك كمان، أي حدا بحب منهم يكون معنا. أكيد هلا الأسبوع الجاي رح يكون في معنا ست رح تشارك الشيف الفقرة. فأي ست عم بتكون إيه يعني هي صديقة للشيف أو صديقة عندي، فيها تبعت لنا إنبوكس وتكون موجودة معنا بالاستديو، بنحدد لها نحن الوقت واليوم، وأكيد رح أحط لكم إياها هالدعوة تيسير على الفيسبوك. رح نوعدهم بالأسابيع اللي جاي قبل الأعياد إن شاء الله، بنعد على كل العالم رح نعمل لهم حبش العيد
رح نعمل فيش دينوال كمان. لازم ما نحن ليك عملنا الفيش دينوال وعملنا الحبش، لازم نخترع شيء جديد، فكره جديده. نعمل الفكره الجديده كيف لما اخترعوا فكره جديده لعيد الاضحى عملوا كيك المافن وعملوا له مارشميلوز. صحيح بتتذكر لما فرجينا الصوره. يلا عندنا وقت بعد، عندنا اخترعنا شيء، عندنا اسبوع هاي الجمعه بنحاول نفكر نخترع شيء لا مثل مميز من بيروت لكل المشاهدين. لكل المشاهدين هو شو اكثر شيء بيتاكل بال هلا هي الناس في جاتو الكاستنا مثلا ما عملناه بنعملها يعني هاي فكره ممكن فكره هلا مش يعني كل شيء بالكاستنا بتحسه مطلوب على العيد وهلا نزل اصلا هلا هي حتى فينا نعمل شيء عيد لعيد راس السنه نحن العالم معوده على عيد الميلاد بيعملوا الحبش بنعمل شيء نحن بيستخدموا على الميلاد الحبش وعلى راس السنه شيء ثاني طيب هلا الاسبوع الجاي شو بنعمل يعني جاتو الكاستنا ولا بتعمل طبخه ثانيه ولا شو هلا شو بدك هذه الجمعه بنقرر احنا اي هلا ما تنسى في عندنا ست جاي الاسبوع الجاي بدنا نعمل شيء تقدر تساعدك تساعدنا فيه تساعدنا فيه هيدي صاروا بهالشكل وفي سوشي ما عملنا كثير من الاشخاص بيطلبوا وبيقولوا السوشي هين مش هين سهل كيف كتير. فينا نعمله كمان كتير فينا نعمله سهل قد سهل سهل كثير السوشي عن جد قد ما الناس يعني بيحاولوا يقولوا للعالم قد شيء صعب لا طيب رح نطلع فاصل ومنتابع نتابع مشاهدينا مع الشيف وهلا شو صار معنا؟ بعدنا عم نعمل كميه الدجاج الباقيه، اذا بتلاحظي البهارات كيف بعدها عليهم عم تتاكد اذا سوت ولا انت ما فارق معك؟ بدي اتسوق انا ما بدك تسوق بدي ادخلها على الفرن ترجع وهي بحد يعني بشكل عام هيدي ما بدها وقت يعني حتى اذا فتت على الفرن بدها 7-8 دقائق تكون جاهزه لانه هيدي السفينه الدجاج انا خايف يوصل عندك الزفت ما انا مشان هيك عندي عشاء يعني انه عرفت ما حروح هلا اغير تيبي بعدين تنزعلي تيبي رح اطفي عليهم الهودي خلص كان مالك انت وقف علي هلا حتى فينا ناخذ هذا الشبك بيعطينا شكل حلو على الدجاج يعني بيطلع شكله حلو عليهم هلا انت اعطيت فكره للمشاهدين عشان شوي الدجاج بدل ما نحط الفحم بيطلع نفس الطعمه ولا لا؟ نفس الشيء نفس الشيء طب ليه ما زدت لهم حامض؟ لا بدك تحط كريم فريش بدي احط كريم بدي اعمل صلصه لانه بدي شيء يغطي طب واذا كان بدهم يشوهم هيك بالفرن وبنفس الطريقه شو فيك تزيد لهم بس بدون ما يحطوا كريم فريش ماشي بخلوه هلا بيجهزون بهالطريقه بفوتوا على الفرن بس يطلعوا جاهزين بيعملوا صوص على النار ثوم وحامض وبهارات اذا بدهم وبيديرون عليهم لحتى تشرب ما فينا نغليها بيديرون عليهم بفوتون على الفرن ولا لا 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 ولا شيء هي عم تغلي الصلصه والدجاج بعده سخن تحطيه دغري عليه وبياكلوا لانه اذا رجعنا حطينا الدجاج وغليناه على النار ما بيقعد يسوى بتروح كل طعمه بتنقعهم قبل؟ بتنقعهم بحامض ودجاج فيك تنقي بس انا بفضل نعمل الدجاج مشوي ناخذ طعمة الشوي اوكي يعني اذا حطينا حامض وخل وبهارات وخردل وهالشيء بصير طاغي على عليه هو هلا بهالشكل هيدا نفوتهم على الفرن معظم الستات عم بيكون عندنا ما عندهم وقت يعني نولع فحم ونشوي ونعمل باربيكيو ونقعد نشتغل وقت طويل فبفضلوا اذا في طريقه شوي سريعه هي الفرن هلا الافوكا هلا شو عم نعمل؟ اهم شيء بنحضر الصوص اهم شيء الافوكا يكون مستوي يعني اذا بتشوفي طري يعني طري كثير ايه انا بدي افرمه على المكنه انا شوي بهالشكل لازم تعمل لنا شي مره شي جلوتين فري مثل ما كانت عم تحكي رولا فينا كيف هيدا الشيء شو بيعمل هي بس هي فكره الطحين الجلوتين فري قالت يعني عادي ما هي صحيح هذا بهالشكل شفنا كيف البذره ما بدكم كثير فيها بالسكين بنضربها بنبرمها تطلع معنا هلا بنرجع بدنا نقشرها وعلى طول اذا بدنا اياه وقت يقعد حدنا وقت طويل بدنا نقص حامضه نفركها بعصير حامض لانه بتسود بسرعه هيدي بهالشكل هيدي كثير منيحه مستويه على الاخر هلا بنجيب حامضه بنقول كيف بيعملوها هلا وحدهم بدهم اختصاص الزينه او لحتى تفتح الافوكا وتقص البطيخه شغلات بسيطه شوي شوي يعني تتعود الست عليها
عم نحاول قد ما يكون ما تكون معقده الامور. ليش عم تعمل هيك؟ بعملها لانه حتى يصير بدي افرمها بتسود. هيدي الطريقه بتضل مثل نفس اللون. ان كان اذا عم نعمل افوكا، اذا عم نعمل موز، اذا عم نعمل تفاح، كل شيء ممكن بس يتعرض للهواء. الفطر الطازه نفس الشيء. اذا تعرض للهواء بسود بسرعه. هيدي بتعمل له طبقه بتحميه. ايام اذا عندنا ضيوف مثلا بالبيت عم نقشر تفاحه بتلاحظي قدامهم بتسود دغري. ففرقة صغيرة بحامضة. بس كيف بتصير تعمل طعم حامض وتفاح؟ لا لا فرق بدك تعملها بهالشكل. لا والتفاحة؟ ما ما مش ما بيطعم ابدا، يعني شيء بسيط بس. بس على الحال هو طيب التفاح على حامض. يعني بس تدهنيها بس شوي صغيرة وتتركيها بالهواء بتنشف، ما فيها الحموضة القوية. وفينا نعملها بهالشكل هيدا كمان. بدي اعطيه شكل ثاني. ممكن لانه نعملها هيك اذا عم تعمل شيء صوص او شغله تقشرها. ايش بدها تحط فيها صوص؟ تحط بقلبها صوص. والله شكلها بيطلع كثير حلو. يعني بدنا حلقه عن الزينه صار هيك. والله انا افضل مره هيك. بتعرف مره لكن لازم تعمل لنا موسم البطيخ شي طريقه كيف نقصر البطيخه فينا. يعني في بعض بنلاقي بطيخ نحفر على البطيخه. بتحفر على البطيخه بس ما بنقدر ناكلها، ما بقى لها طعمه، ما بيستفيد حسين. ما قلنا قلبنا عمل احنا كذا هالشكل. الافوكا اذا كان جامد ما ابدا ما فينا نستخدمه. الان شو هذا؟ قد ايه بدهم الدجاج بالفرن؟ رح خليهم 10 دقائق. ليش في ناس بحطوا بينعموا كمان بالافوكا؟ بحطوا له افوكا او حتى بال في ناس بينقعوا اللحمه بالكيوي. ايه اذا شو ما كانت اللحمه جامده ايه بتطرى. لو كانت كثير قاسيه بس تحطي الكيوي معها بصير مثل الهليون كثير طري، لانه في بقلبه اسيد. الماده اللي بتقصد بقلبه هي اللي بتخليه يطرق. بس على الدجاج ما بيعمل شيء الكيوي كمان؟ بس لا اللحمه اكثر. الدجاج يفضل دائما اذا بدنا نستخدم الدجاج. انت وقتها قلت الصويا صوص وقتها يدفوها للحمه تتذكر؟ الصويا لما ننقع اللحمه بتطريها بس اكثر شيء مشان اللون كمان مشان لونها بس اكثر شيء اللي بيطري اللحمه هو الكيوي اذا حطيناه معه. يعني زي ما بتلاقيهم عم يغشونا باللحمه المشوي بحطوها معه ساعتين بتفرط. يعني اللحمه ما بتعود ابدا تحطيها على النار بتفرط بسرعه على السيخ ما بتعود تلحق عليها. لو شو ما كانت اللحمه حتى لو كانت طريه بحطها قد ما كانت قاسيه اللحمه بتفرط بسرعه. هلا الدجاج كيف بنعرف اذا بدنا ناكله ما يطلع قاسي معنا؟ بالاخص اذا فروج كامل بنشتريه قبل بيوم. بنيمه بالبراد بنحطه بالبراد لتاني يوم بنرجع نستخدمه. لانه اذا كان مذبوح بنفس النهار بكون بتعرفي الفروج بشد كل عصبه بشد كل الاعصاب. شو اذا كمان نجيب الفروج ما ناكله دغري؟ ما ناكله دغري. لا بس اذا كان قطع مقطع خالص هيدا صار شيء ثاني. بس قصدك الفروج اذا ذبح قدامنا هلا يمكن حتى اذا اشترينا ايام دجاج مقطع يكون نفس النهار ذبح بيطلع قاسي الفروج. يفضل دائما ينام بالبراد 24 ساعة. يعني كل المحلات اللي بيشتغلوا بالدجاج كله بنيموه قبل بالنهار. طيب هلا بدنا ننتقل حتى تشاركنا جنين. شوف شو صارت بجنين، شو عم تعمل بالمطبخ تبعها. كيفك جنين؟ قبل ما انا اقول لعندك حلي كيفك؟ سبعة الحمد لله. الحمد لله تمام. بتقولها ضعفانة جنين بتقول لها لا ماني ضعفانة. عم تغشنا. بيقولوا لها شباب صغرانة بتقول لها لا ماني صغرانة. ركي كان عيد ميلادها لجنين أنت ما بتعرف؟ ما عيطتها؟ مرق خلص. عبال المية يا رب. أنا ما بدي أحكي تاكس. غشتنا هيك ما عرفنا. إيه. خلص قطع قال هذا انتسى كل ما بنسأل بالعمر كيف عم يكون المطبخ معها لجنين؟ ماشي حاله المطبخ. ماشي حاله ان شاء الله. عم تقدر الماما كثير منيحه. الماما كثير منيحه غيرت لك الموضوع. الماما كثير منيحه. الماما كثير منيحه. عم ناكل عند الماما كل يوم تقريبا. كيفك جنين؟ الحمد لله سافا. في برد صار عندكم ولا بعد؟ هلا انا وجاي على الاستوديو كان شوي متغير، بلش يتغير الطقس نتفه. الله يسمع منك. رح نفوت بشهر ديسمبر وبعدنا مصيفين، يعني شيء مش معقول. هي فعليا لبعد 6 جانيوري تحت تبلش مزبوط تسقي عنا. هيدي حسب الحسابات الفلكيه يعني حسب البحير. حسب البحير. ولكن الجاي الشتويه قويه؟ ايه جاي عندك جانيوري فبروري مارتش، هيدول الشتويه القاسيه مزبوط.
إلون قديش عم بيقولوا في تقرير إنه في 30 سنة بدهم يمرقوا على الأرض برودة شديدة، بعد هلا إحنا ما شفنا هيدا. هلا بشهر 2 عنا رح نكون عم نجلد. يا لطيف، الله يساعد اللاجئين صح، ويساعد هالأطفال عن جد. أرقام التليفونات رح تشوفون أمامكم على الشاشة، أكيد الشيف عم بحط البطاطا من بعد ما سلقها عم بحطها بالفرن والدجاج بالفرن، الكاميرا رح تتابع معك، أرقام التليفونات رح تشوفون طيلة الوقت على الشاشة لتتصلوا فينا إن كان من أمريكا كندا أو حتى من مختلف أنحاء العالم. ومعنا سحر، يا أهلا وسهلا بسحر، طمنينا سحر.